من أولويات فارما 5 العناية بصحة عملائها، وحيث الوقاية أحسن من العلاج، ما يقارب 150 عاملة خضعات في شهر ماي وجوان الفحص الشعاعي للثدي الماموغرافي باش نطمئنوا على صحتهم وباش نوعيوهم على أهمية الفحص المبكر اللي هو الوسيلة الأفضل للوقاية من سرطان الثدي. الفحص مهم بزاف، ارتحيت مزيان من درسو وعطوني النتيجة سيغ بلاس. فارما 5 وعاتنا وسمحت لينا باش نديرو هاد الفحص فابور. فارما 5 كتفكر لينا وصحتنا والراحة ديالنا. صراحة ما كنتش نفكر أنني معنية، ولكن هاد الفحص العيالات كاملين خصهم يديرو. Le dépistage précoce du cancer du sein est important. Pharma 5 nous encourage à le faire à travers cette convention. Même le transport a été assuré. هاد المرض يقدر يتصاب أي فرد من عائلة فارما 5. كنديروا الفحص باش نتجنبوه بنسبة كبيرة. هاد المرض يقدر يمس أي وحدة فينا، وحتى نتوما ما تغفلوش على صحتكم وما تنساوش ديروا الفحص.